مرحبا يا حلوين، بسوي معاكم طبق جديد ولذيذ اسمه فطيرة الدجاج. روعة، أتمنى تجربونها وإن شاء الله تنال على إعجابكم. وهذه العجينة بعد ما خلصت الفطيرة، شوفوا كيف لينة وطرية مثل القطن. في البداية سويت عجينة جاهزة، سويتها من قبل فاختصرت الوقت، وبحط لكم رابط العجينة تحت الوصف حتى تدخلون عليها وتعرفون الطريقة. أخذنا الدجاج وفرمناه فرم، ما قطعناه، فرمناه فرم وحطينا معاه البصل والفلفل الأخضر وحمسناه على الزيت، وحطينا بعدين شوية كوسة مبشورة، وهذه عطتها طعم ما تتخيلون، عطتها طعم لذاذة ولا في الخيال، مرة 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 طلع لذيذ. بعدها أخذنا العجينة وفردناها على صينية متحركة، غطيناها كلها بحيث العجينة تغطي الصينية المتحركة كلها. وهذه مقادير الحشوة، عندنا زيتون وطماط وكذلك فلفل أخضر وكذلك جبن موزاريلا وسمسم، هذا للزينة السمسم ينحط فوقها على الوجه. وهذه صلصة البيتزا، أخذها جاهزة بنحطها فوقها الآن. وندهن العجينة كاملة بالصلصة، أرضية العجينة كلها. وبدينا نحشيها، نبدأ في البداية ونحط الصلصة، صلصة جاهزة عندنا، صلصة البيتزا حطيناها فوقها، وبعدين الدجاج. ثم بعد ما حطينا حشوة الدجاج نصف الطماط والزيتون وكذلك الفلفل الأخضر ونغطيه بالجبن الموزاريلا. نقص أطراف العجينة، نقصها كامل على الحدود ونبدأ نطويها ونغطي الأطراف، أطراف العجينة نغطيها بالزايد من العجينة مثل ما احنا شايفين. ثم الباقي من العجينة نقصه ونخليه على شكل دائرة ونحطه فوقه.
ثم بعد ذلك نغطيه ببيض مع حليب، خلطناهم مع بعض، نغطي الوجه ونحط فوقه سمسم. وهذه الفطيرة، هذا أصبح شكلها لما طلعناها من الصينية المتحركة. شوفوا كيف شكلها، مرة طرية ومرة مثل القطن، لذيذة مرة. جربوها وراح تدعوا لي. لا تنسوا الاشتراك واللايك وتفعيل جرس التنبيه، وأنتظر تعليقاتكم.